السلام عليكم. السيد صديقنا وصديق ولدي جا عندنا في ضيافة عندنا هنايا في الحديقة اليوم في الصباح. تفاجئنا بأن عند طاح اون كريز هو ذو جنسية فرنسية. خدينا جميع التدابير اللي خصنا نديرو، اتصلنا بالناس العائلة ديالو برا، قالوا لينا خذوه ديو للكلينيك. عيطنا لابيلونس، جابتو لابيلونس هنا بواحد الثمن ديال 400 درهم 700 متر. قلنا ما كاين مشكل، دخلنا لداخل الكلينيك في لاكوي نوزون دوموندي طلبوا منا 400 درهم، خلصنا 400 درهم. هذيك 400 درهم قال لك باش نعيطوا للطبيبه كواجب، اديناها. دخل لاصال ديال الانعاش، خدينا المستعجلات الاوليه معاه. السيد الحمد لله بدات تبان عليه البشره ديال الشفاء، وهذه ملي داروا له السيروم، داروا له عبروا له التونسيون ديالو، داروا له الاكسجين. هذه كلها انعاشات اوليه، ماشي مشكل. ملي شنا السيد الحمد لله رجع لصحته بالسلامه والعافيه، قلنا نخرجوا، قال لك لا خليه. قلنا له السيد سينا واحد الورقه ديال الخروج، ها هي دي سيناها، ما كاين مشكل. بلا ما نوريكم اخواتي باش ما نكونش محرج، سيناها. ملي قلنا لهم شنو بقى بيننا وبينكم، قالت لنا 3000 درهم. تفاجئنا واحد المفاجاه غريبه غريبه، مده ديال ساعه الا ربع وعير غيانيماسيون 3000 درهم. عباد الله عباد الله، لينا الله سبحانه وتعالى. هادشي راه بزاف، هادشي بزاف، وخاصة في حي شعبي. المرضى ديال الناس ديال الحي الشعبي، كيفاش هاد الناس مساكن غيتعالجوا المعالجة الأولية؟ كيفاش عباد الله فسروها؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم عبد السلام صواب. كما عارفين ديما تندويو على شي حاجة اجتماعية وشي حاجة اللي تضر ولاد الشعب. هادشي خوتي اللي واقع أنا تمردني نفسانيا. أنا من نهار رجعت المغرب وأنا تنتعصب. علاش تنتعصب؟ هذا صاحبي تنعرفو دوزو فرنساوي مغربي، راه الباسبور ديالك الجلال هاو، تنجيبو السياحة البلاد، العقا تدخل الاورو تيدخل البلاد، تنجيب صحابي من الالمان من الكوير تنجيب كلشي. هذا صاحبي مريض تيدير الدياليز، يعني تندي كل نهار تندي يدير الدياليز ياك. انا اليوم فقش فق معطل، يعني شتو كريز، عيط لابيلونس جات، خلصت 400 درهم، جبتو هاد الكلينيك. المهم ما عليناش، دخلتو خوتي داروا لي شنو داروا لي؟ الوالد اللي بقى تيداوي فيه، الطبيبه قالوا لي الا بغيتي تجي الطبيبه خلص 400 درهم، قلت لهم خلص لكم كلشي، عيط على الطبيبه. ما عليناش، داروا لي السيروم، داروا لي الاكسجين، سالينا الدري ناض بخير وعلى خير، ما داروا لي والو. هادشي اللي داروا لي ناض، فاش خرجنا خلصت 400 درهم، شويه قلت لهم عطوني كارت دونتيتي ديالو، قال لك لا سيدي ما غاتاخذهاش، عيطنا الكونطابل خصك تخلص 3000 درهم، و 3000 درهم والناس تخدم عليها شهر 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 تخدم عليها، و 400 درهم ليش؟ تقول لي تجي الطبيبه، وجات الطبيبه شنو دارت لي؟ شنو دارت لي؟ هو راسو عبر الطونسيون راسو، هو جيب دواء، جيب الساك فيه كلشي، جيب الادويه ديالو، جيب كلشي. كنجي للمغرب حيت كنبغي ندافع على الوطن المغربي، الوطن تاعي، ولكن الا تعاملوا هكا معايا راه ما باقيش نجي. حسيت بالالم، حسيت بالحقره، ما داروا لي الاكسجين وعطوني شويه السكر صافي هادشي. وان بليس الناس هما اللي فيقوني، صحابي هما اللي فيقوني، ما داروا والو.